بعد لقائها عبد الملك الحوثي، قدمت اللجنة الوطنية الرئاسية التي عادت اليوم من صعدة تقريرا عاجلا لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، والذي وصفته بأنه لم يكن كما كان المأمول من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة لليمن. وفي اللقاء أعرب رئيس أعضاء اللجنة عن خيبة أملهم إزاء ما جرى من نقاش وتداول مع الحوثي، وقالوا أنهم سيقدمون تقريرهم النهائي بعد ذلك إلى الرئيس هادي في اجتماع موسع لقيادات الدولة والحكومة ومستشاري الرئيس، كما سيتم استعراض التقرير أمام اجتماع وطني حاشد لمجالس النواب والوزراء والشورى والقيادات الحزبية والهيئات الرقابية ولجنة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. كما ستحضر هذا اللقاء الوطني الموسع الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.